أهلا بكم. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشركات الكبرى والمستثمرين والدول المتقدمة للوقوف بجانب القارة الإفريقية. وحذر السيسي خلال مشاركته في مائدة نقاشية مستديرة ضمن فعاليات مؤتمر إفريقيا 2019 مساء السبت، حذر من خطورة عدم الاهتمام بالقارة الإفريقية وتأثير ذلك على العالم كله. وتوجه بحديثه للمستثمرين ورجال الأعمال والحكومة المتقدمة قائلا: هتقفوا جنبنا ولا هتسيبوا الإرهاب ياكلنا ويطلع لكم في الآخر؟ عايزين تقفوا جنبنا يا مستثمرين، يا رجال أعمال، يا حكومات متقدمة، ولا تسيبوا أفريقيا زي ما هي كده؟ أنا بكلمكم مش كلام عاطفي يعني، لا، التحدي اللي موجود عندنا إن إحنا مش زيكم، إحنا مش زيكم، لسه قدامنا شوية. هتقفوا جنبنا ولا تسيبونا في اللي احنا فيه والارهاب ياكلنا ويبهدل بلادنا وهيطلع لكم؟ هيطلع لكم في ايه؟ في هجره غير شرعيه وارهاب. انتوا اصل انتوا جايين ولازم برضو تعرفوا اللي احنا كنا فيه. احنا كنا في 2011 و12 و13 و14 تقريبا في دوله هشه جدا وغير مستقره وبتتعرض لارهاب شديد. وتصوروا ان الارهاب، وانا هنا بحطه قدام منكم، هو هذا الارهاب هو ملهوش خطر واحد، هو عده مخاطر. هو مش الارهاب ما بيأثرش، ريتشارد انا ما بغيرش الكلام. فيما اعترف الرئيس المصري بفشله على مدار سنوات في اقناع الشركات الاجنبيه الكبرى بالاستثمار في مصر، وضرب مثلا على ذلك بشركات تصنيع السيارات. مش من السهل ان احنا نقنع المستثمرين في قطاع الصناعة، وزي ما قلت كده إذا كانت التجارة العالمية وصلت لمرحلة متقدمة من الإنتاج وشكل يعني استقبال هذه المنتجات في العالم مش بيزيد بمعدل كبير، يدينا الفرصة في مصر إن احنا نقول طب تعالوا نعمل صناعة سيارات في مصر، طب تعالوا نعمل صناعات أخرى. الكلام ده أنا شغال فيه وأنا والحكومة بقالنا سنوات وما نجحناش، وانا بقول لكم ما نجحناش ان احنا نقنع الشركات العالميه انها تيجي عشان تستثمر معانا في صناعه زي صناعه السيارات على سبيل المثال. لمناقشه تصريحات السيسي ينضم الينا عبر سكايب من ميتشيغان مصطفى شاهين الباحث الاقتصادي. كما ينضم الينا عبر هاتف نقال الدكتور هشام ابراهيم استاذ الاستثمار والتمويل بجامعه القاهره، ارحب به ايضا. وابدا مع السيد مصطفى شاهين. سيد مصطفى شاهين، يعني الحديث عن الإرهاب والحديث عن أنه الإرهاب من الممكن أن يعني باللفظ المصري زي ما قال السيسي يطلع للغرب وأوروبا إذا لم يستثمروا في مصر، هل بهذه الصيغ يتم جذب شركات الاستثمار إلى مصر ورجال الأعمال؟ بالعكس، يعني أنا بأمانة شديدة جدا لما أنت تروج لي أن في رسالة الإرهاب ستأتي نتيجة عدم الاستثمار جوه الاقتصاد، ده في حد ذاته مؤشر خطير للاستثمار داخل مصر. لأن الاستثمار داخل مصر أو المستثمر الأجنبي لما بياخد قراره في الاستثمار في أي دولة عنده كثير جدا من المحددات، أولها محدد الربحية، هامش الربح اللي حققه في الدولة ديت. على سبيل المثال لما شركة فورد راحت فتحت مصانع جوه الصين، شركة جي ام فتحت مصانع جوه الصين، شركة بي ام دبليو فتحت مصانع جوه الصين، كان مستهدف كويس جدا بالنسبة له ان هنالك تدفق من الدولارات او داخل ضخم جدا داخل الاقتصاد الصيني، ففي قدرة للصينيين ان هم هيشتروا السيارات دي. البلد زي الصين لما شركة فورد تبيع جواها مليون سيارة ده سوق واعد جدا. الصين عملت كده في إبان الأزمة الاقتصادية الكبرى في أمريكا في 2009 وشركة فورد راحت وانتجت هناك. لما تيجي بلد زي مصر وتيجي الحكومة في مصر تحب تجيب استثمار أجنبي جوه البلد، المستثمر ده شركة فورد أو شركة جي إم في صناعة السيارات أو بي إم ده أي شركة من الشركات، بيراهن على حجم السوق المحلي إن أنا أقدر أبيع فيه، فبيقعد يحسب حساباته ان انا هبيع كم سياره وهل السوق المحلي هيكفيني ولا لا، او حتى السوق المحلي يكفي ان انا يبقى قاعده للصادرات في المنطقه المحيطه. دي نقطه، اول نقطه عشان اخد اعتبار للاستثمار. طيب النقطه الثانيه المهمه جدا، اتفضل استاذ مصطفى. خليني بس اكمل النقطه الثانيه بعد اذن حضرتك.
النقطة الثانية هي الصناعات التكاملية. مثلا شركة فورد جوه أمريكا، شركة فورد ما بتصنعش الإزاز بتاع العربية، ما بتصنعش كاوتشات العربية، بل في شركة ثانية بتصنع لها الإطارات بتاع السيارات، في شركة ثالثة بتصنع لها المرايات، في شركة رابعة بتصنع لها الإزاز بتاع العربية. الصناعات التكاملية دي كلها مش موجودة في مصر، فتيجي شركة فورد هتيجي تنتج في مصر هتفاجأ إن عايز يستورد قطع غير الأخرى عشان يركبها في السيارة بتاعته. فقضية الاستثمار الأجنبي لابد أن يكون مرتبط بمحددات أخرى غير اللي احنا شايفينها. القضية ليست تسهيلات جمركية أو ليست إعفاءات ضريبية أو ليست تسهيلات في الأراضي، لا، القضية دي كلها كثير جدا من البلاد بتتنافس وبتقدم نفس الخدمات الآن. طيب أستاذ مصطفى شاهين، نعم أستاذ مصطفى شاهين، أرجو أن تبقى معي لأنه أريد أن أشرك الدكتور هشام إبراهيم، وبالمناسبة يعني هو أستاذ الاستثمار. دكتور هشام، يعني الحديث عن أنه دايما السيسي يتحدث عن فزاعة الإرهاب وأنه الإرهاب. طيب أنا لما أقول للمستثمر أنه في إرهاب موجود في البلد، هل المستثمر هيأتي إلى مصر؟ مساء الخير. في البداية تحياتي لحضرتك أستاذ مصطفى وتحياتي للمشاهدين. هو حديث الواقع، لأنه خلينا نقول هو الاستثمار بيعني خلق فرصة عمل، بيعني مستوى دخل للمواطن، والمواطن الحقيقة اللي مش هيجد فرصة عمل، مش هيلاقي مصدر دخل بشكل شرعي، هيذهب لمصدر الدخل بشكل غير شرعي. هي دي القاعدة الأساسية. وبالتالي الحقيقة هو حديث الرئيس للمجتمع الدولي، يمكن لو تابعنا كلام الرئيس في قمة الجي 20 أفريقيا، يعني أنه كان يتحدث عن علاقات عادلة، علاقات متوازنة فيما بين الاقتصادات الكبرى على المستوى الدولي والدول الأفريقية. الحقيقة هذه العلاقة غير متوازنة على الإطلاق، بفعل أنه الاستثمار كلها مكدسة في الدول الكبرى، وحيظل السوق الأفريقية هي سوق مستقبل يستورد كل ما يحتاجه. وهي هذه هي الفكرة الأساسية. هو حديث الرئيس مش محاولة لدغدغة مشاعر مستثمرين، لأنه ما هو يا دكتور هشام، دكتور هشام أنا بس عاوز أذكر حضرتك، يعني بما أن احنا بنتكلم اقتصاد وخبراء الاقتصاد يعلمون تمام، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لو قعد لبكرة الصبح يحكم القصص اللي هي احنا هنموت لو انتم ما جيتوش، احنا الإرهاب، كل الكلام ده انت حضرتك عارف كويس قوي انه زي ما بيقولوا بالمصري ما بياكلش مع الشركات الكبرى، ولا ايه راي حضرتك في الكلام؟ علشان كده الحقيقه باكد لحضرتك انه هو مقصد الرئيس من مما قاله اليوم ليس محاوله لجذب الاستثمار، ليست هذه وسيله جذب الاستثمار، لكن هو كان يسعى لاقرار واقع وحقيقه يجب ان يعلمها القاده السياسيين قبل ما يعلمها المستثمر. لكن حديث الاستثمار هو مؤكد له مناحي اخرى. نحن نتحدث عن تحسين بنية مناخ الاستثمار، بنتحدث عن تطبيق تشريعي، بنية تنظيمية، بنتكلم على مؤشرات اقتصاد جيدة، بنتكلم على مرونة وحرية في إصدار الترخيص وما إلى ذلك. دي كلها الحقيقة مشاكل مواجهة للاقتصاد المصري على مدار سنوات طويلة، وأتصور إنه ما تم من مجهود خلال السنوات الأربع والخمس الماضية على وجه التحديث في بنية مناخ الاستثمار. الحقيقة الكل أشاد بيه، التقارير الدولية كلها أشادت بيه، مصر هي الأعلى والأكثر جاذبية للاستثمار الداخلي. فالحقيقة هو ده الحديث. لحظة دكتور هشام، يعني مصر الأعلى جاذبية للاستثمار الآن؟ يعني هل فعلا ده يعني على أرض الواقع موجود؟ طب خلينا نقول الأرقام بتقول إيه. الأرقام بتقول إنه حجم الاستثمارات اللي استقبلتها أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019 23 مليار دولار، مصر هي الأولى ب 3.6 مليار دولار. مصر أيضا كانت هي الأولى في جذب الاستثمار خلال عام 2018 داخل القارة الأفريقية. صحيح لدينا صعوبات بالغة مش بس داخل مصر، لكن كمان على المستوى الإقليمي في حركة تدفق الروس الأموال، الحياة الموجة اللي ضربت الأسواق الناشئة عام 2018 أثرت بكل تأكيد، لكن ما زال حتى الآن على الرغم من قلة أو انخفاض حجم التدفقات إلا أن مصر ما زالت بتحظى. طيب دكتور هشام إبراهيم، أرجو أن تبقى معي، عذرا على المقاطعة لكن أرجو أن تبقى معي حتى لا تضيع هذه النقطة. يعني أستاذ مصطفى شهيل، دكتور هشام إبراهيم بيتكلم كلام أرجو أن تعلق عليه، وهو أنه مصر حسب التقارير الدولية وحسب الأرقام يعني والتصريحات يعني هيئة الاستثمار والخبراء الاستثمار جاذبة للاستثمار، وأنه في 3.6 مليار استثمارات في الوقت اللي السيسي بيقول إحنا فشلنا أن إحنا نقنع حتى شركات السيارات. إيه رأيك في الكلام؟ أنا الحقيقة بأمانة شديدة جدا الاقتصاد في مصر، كون أن الدكتور هشام بيتفضل بيقول أن جذب استثمارات أجنبية 3.6 مليار دولار، دولة شيء ولا شيء. وال3.6 مليار دولار اللي تمهم كلهم تم ضخهم في قطاع البترول.
مش بأي قطاعات صناعات إنتاجية أخرى، كلها شركات بترول أصلا بتبيع حصتها للخارج أو حتى أحيانا بتبيع حصتها للداخل، ومش استثمارات أجنبية في مصانع أو شركات. ورؤوس الأموال التي دخلت مصر كلها رؤوس أموال ساخنة حتى تحصل على الفائدة المرتفعة اللي حددها البنك المركزي، فليست استثمار فعلي. احنا حتى في الاقتصاد ما بنسم فعليا بتسمى استثمار اجنبي، لكن فعليا بتسمى استثمار اجنبي غير مباشر، لان ده كله في بيسموه في محفظه الاوراق الماليه في البورتفوليو، مش استثمار، مش مشروعات، مش شركات، مش مصانع بفتح بها ابواب رزق للناس جايين عشان يستفيدوا من سعر الفائده بتاعتك. والحمد لله البنك المركزي اخذ خطوه انه خفض سعر الجنيه، فوصل الجنيه 16 قرش. اللي اشترى الجنيه الاجانب لما دخلوا اشتروا الجنيه ب 18 قرش وهو بيحولهم ب 16 قرش، الان استفاد 2 جنيه في كل دولار حوله، يعني اللي حول مليون دولار كسب 2 مليون جنيه ده من غير فوائد من غير اي شيء، فقط بس عشان سعر التحويل اللي هيتم. فواقع الحال حقيقه احنا ما عندناش استثمار اجنبي مباشر، والمبلغ اللي موجود مبلغ زهيد جدا. في بلاد في افريقيا الان زي رواندا وغيرها بتجي لها استثمار اجنبي مباشر اكثر من مصر. النقطه الثالثه والاهم، وانا دايما اقول هذا الكلام، لا يمكن الاقتصاد في مصر انه يعتمد على الاستثمار الاجنبي، لابد من فتح الافق للمواطن المصري انه هو اللي ينتج. والنقطه دي يعني استاذ مصطفى شاهين، يعني خلينا اوقفك في النقطه دي، لانه أنا مثلا بسأل كمصري، كان في شركة النصر للسيارات في مصر، يعني كانت موجودة في حلوان، وكانت في يعني ما فيش حتى فيها الأرض بتاعتها، مش عارفين راحت فين. هل السيسي عندما يتحدث عن صناعة السيارات أنه فشل في إقناع الشركات الكبرى للسيارات، أساسا مصر صناعة السيارات فيها اختفت، إيه رأيك في الكلام؟ لا، هو لأن الحكومة بتحمل الاحتكارات. الصناعات اللي موجودة في مصر في السيارات صناعات تجميع سيارات زي غبور وغيره، سواء بيجمع مرسيدس بيجمع هونداي في مصر، الآن كلها شركات تجميع، محدش بيصنع سيارات. وحتى شركة النصر للسيارات الحكومة فضلت تحمي صناعة السيارات ولا تفتح الباب للمنافسة، لحد ما فوجئنا ان السيارات اللي احنا بننتجها اللي احنا طالعين مع كوريا الجنوبية في السبعينات او في الستينات، فوجئنا ان كوريا الجنوبية الآن سيارة هونداي هي رقم واحد في أمريكا الأعوام الماضية، ودي شركات طلع معانا في نفس التوقيت بتاعنا، لأن أنت حميت صناعة السيارات وأغلقت عليها المنافسة فأصبح محتكر للسوق. فإذا القضية في قضية صناعة السيارات، الصناعة الآن ميسرة جدا، وهناك شركات ألمانية بتبيع خطوط الإنتاج بالكامل، وممكن تاخد الخطوط أنت في مصر وتعملها. لما السيسي النهاردة بيقول للناس، بيقول لشركة أوبر تعالوا أنتم امسكوا النقل الجماعي في مصر، طيب انا بكلمك على شيء سهل استاذ مصطفى شاهين، ارجو لحظه، لانه سنتناول هذه النقطه بتفصيليا، لكن دعني دعني اذكر الساده المشاهدين، سنعود لها استاذ مصطفى، لكن دعني اذكر الساده المشاهدين بما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ان مصر اول من استقبلت شركتي اوبر وكريم للعمل على اراضيها، وقال كنا اول من استقبلنا شركتي اوبر وكريم ومنحناهما الفرصه للعمل في مصر. وتابع السيسي، شجعنا اوبر على النجاح واقترحت عليهم ان يقتحموا مجال النقل الجماعي وليس نقل الافراد فقط. نتابع. وبعدين اوبر نجح وده يسعدنا واحنا بنشجعه على النجاح اكتر، وانا ليا عندهم فكره، قلت لهم ما تحاولوا تخشوا في قطاع اخر غير النقل الافراد وخشوا على النقل الجماعي، وقال لي الفكره دي هندرسها واحنا في امريكا، قال لي انت ليك حق براءه اختراع في الموضوع. طب احنا عايزين نشوف الكلام ده اوبر في مصر. على كل حال اقصد اقول ان حتى لو كان في تشريعات محتاجين ان احنا نتحرك فيها، احنا طبعا حريصين على النجاح والاستمرار والتطور، وطبعا بنشجعك وبنشجع. نعم. طب انا عندي برضو وزير النقل عايز يقول لك انه بيطمنك، قول يا كامل. بس you will pay some. Yes. بس هتدفعوا فلوس، لمصر. اللي حضرتك بالنسبه للقانون النقل التكنولوجيا المعلومات، القانون طلع فعلا حضرتك من 3 شهور وناقشناه في مجلس الوزراء، وكنا بنتناقش في اللائحه، وحضرتك جيت في صف الشركه وخفضنا مقابل اصدار الرخصه، وخاصه لاوبر اللي هو عنده اكتر من 50,000 عربيه، احنا كنا عايزين ناخد مبلغ اكبر شويه، وقال لك سيادتك جيت في صفه ونزلت الرقم تقريبا لنص، وصدرت اللائحه فعلا.
فانا بهنيه انه في اي وقت عادي يشتغل يشتغل. هل في تشريعات اخرى غير كده؟ اوبر. What else do you want? Look, sir. أستاذ مصطفى شاهين، يعني أرجو أن تعلق على هذا الكلام تحديدا، وسؤالي في هذا الكلام أن الرئيس ووزير النقل والدولة المصرية عملت خصم 50% لشركة أوبر، وأنه حديث عن 50,000 سيارة، يجب أن يعلم الناس أن 50,000 سيارة لمواطن مصري داخل مصر. هل الدولة المصرية أو أي رجل أعمال مصر لا يستطيع أن يقوم بعمل مثل ما تقوم به هذه الشركة في مصر ويتم تقديم الدعم له بهذا الشكل؟ هو ده طبعا ده سؤال مهم جدا حقيقه، يعني وشيء يعني استنكار على اللي بيحصل في الاقتصاد في مصر. وانا هاخدها لك احللها لك من اكثر من ناحيه. انا لما يجي لي 50,000 سياره لمصريين هم اللي بيسوقوا عند اوبر، اوبر بتاخد منهم تقريبا نسبه 30% من التعريفه. اوبر بتاخدها، اوبر لما بتاخد نسبه ال 30% بتحول هذه النسبه لدولارات، وبتمتص هذه الفوائد من الدولارات، وبتطلع خارج اقتصاد مصر بالدولارات. طيب السؤال الاولاني، هل احنا كمصريين ما ينفعش نقدر نعمل احنا شركه حكوميه، او يا سيدي شركه موجوده تستطيع انها تستحوذ هؤلاء السائقين وتنظم خدمه النقل داخل الاقتصاد المصري؟ الامر سهل وموجود. النقطه الثانيه قضيه النقل الجماعي، احنا كان عندنا شركه وسط الدلتا، وكان عندنا غرب الدلتا، وكان عندنا شركة الجنوب لنقل الناس بالأتوبيسات، وشركات كانت قطاع عام وموجودة. مع الإهمال والفساد اتدمرت الشركات، لأن دي آفة الاقتصاد في مصر، إن احنا لا نستطيع أو لا نجيد الإدارة. ففوجئنا إن الشركات دي، أنا الآن أروح أجيب مستثمر أجنبي زي أوبر وأقول له تعالى خد أنت النقل الجماعي في الناس بين المحافظات في كل مصر، وسلم كل الاقتصاد لشركة أجنبية هي التي تتولى قضية النقل، على حين أن أنت ممكن شركات مصرية هي التي تقوم بالخدمة وبنفس الشروط اللي أنت هتقدمها الأوبر، والعائد هيدخل لاقتصاد الدولة، وما فيش دولار واحد هيتحول خارج الاقتصاد، وهوفر فرص عمل داخلية، ومش هيبقى عندك أي عجز في الدولار. لكن كونك أنك أنت تفتح للأجنبي أن هو يستثمر جوه الاقتصاد، ممكن يستثمر جوه الاقتصاد في صناعة استراتيجية. أنا أنا سامع حضرتك جيدا، اتفضل كمل. لكن هل أنا دلوقتي على سبيل المثال أنا الفوائض اللي عندي من الدولارات اللي احنا عندنا عجز واحنا مديونين، أجي أنا شركة أوبر في نهاية السنة هتيجي تقول لي احنا كسبنا عندكم ب 50 مليار جنيه أو 10 مليار جنيه أو مليار جنيه، تطلب مني تحويلها دولارات وانا احولها للخارج؟ طيب كمان استاذ مصطفى شاهين، ارجو ان تبقى معي. نعم ارجو ان تبقى معي، انقل الكلام للدكتور هشام ابراهيم. دكتور هشام ابراهيم، يعني وجهه نظر السيد مصطفى شاهين الحديث عن النقل الجماعي وتحديدا انه مرتبط بحياه الناس البسطاء، وانه المشروع اذا كانت اوبر ستعتمد على ايضا سائقين واصحاب سيارات نقل جماعي مصريين، وبالتالي فلماذا لا ترعى الدوله مثل هذه المشروعات، وخصوصا ان من الممكن ان تؤثر بنسبه 50% للمواطن للمستثمر المصري مثلا، يعني المانع؟ هو شركة أوبر دي مصر هي اللي عملتها، ولا هي شركة عالمية كبرى موجودة في معظم دول العالم؟ الأمر التاني هو مستوى الخدمة اللي كان بيقدم كان مرضي للجميع ولا لا، وإلى أي مدى شركة أوبر هي اللي فرضت نفسها من خلال عملها ومن خلال نجاحها؟ الحقيقة قوانين الصناعة ما بتتفصلش لشركة بعينها، لكن هو الحقيقة مهم قوي انه في مراحل ما، ويمكن الدكتور مصطفى كان بيتحدث عن تاريخ للشركات الحقيقه بفعل القدم وبفعل عدم التحديث زي نصر سيارات وغيرها، الحقيقه تقدم. وهو ده الحقيقه التحدي اللي امام المستثمر بشكل عام، مش بس في مصر، انه الى اي مدى يتحرك في اتجاه. دكتور هشام لحظه، مصر اللي عندها صناعه سيارات، عشان بس حضرتك نتكلم، اللي عندها صناعه سيارات ولا عندها، ورئيس مصر بيطلب من شركه اوبر ويقول ان هو صاحب براءه اختراع انه بيطلب ان هم ييجوا ويديروا النقل الجماعي الخاص بالمواطنين، يعني حضرتك كأستاذ استثمار وأستاذ تمويل تقبل هذا الكلام؟ خلينا تاني نرجع لفكرة الخدمة ومستوى الخدمة ومدى رضا وقبول المواطن لها.
مؤكد انه اوبر لما دخلت على النقل الفردي والحقيقه دخلت في اطار منافسه مع التاكسي الابيض وغيره نجحت، وبالتالي اهلا وسهلا باي شركه تدخل تنشط وتزيد من درجه التنافسيه فيما بين الشركات المتاحه. مساله النقل الجماعي مؤكد انه ما زال مستوى الخدمه اللي بيقدم للمواطن غير مرضي، وبالتالي اهلا وسهلا باي شركات لديها نظم اداره حديثه، لديها سيستم يمكن تطبيقه، ويمكن لشركات مصريه ان تتعلم من هذه التجربه وتخلق فيما بعد شركات مثيلة. لكن هو الحقيقة ما هو هذه الشركة أوبر ما هي موجودة في العالم كله ونجحت. شكرا دكتور هشام إبراهيم، هذا الكلام في دول أخرى. شكرا دكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة. أشكر أيضا ضيفي عبر سكايب من ميتشيغان السيد مصطفى شاهين الباحث الاقتصادي. أشكرك شكرا جزيلا. أقول كلمة واحدة بس يا أستاذ مصطفى، هل كان ممكن أقول كلمة واحدة قبل ما تختم بعد إذنك؟ فضل فضل. في قلب نيويورك لما شركة أوبر دخلت في نيويورك اضطرت تخفض الثمن ميداليه التاكسي في نيويورك بعد ما كان ب 400 الف دولار ووصل ل 900 الف دولار، انخفض السعر ووصل تقريبا ل 100 الف دولار. كثير من السائقين في قلب نيويورك انتحروا علشان شركه اوبر قدمت الخدمه جوه نيويورك، فما كان من مجلس مدينه نيويورك ان منع التسجيل لاي سياره اوبر جديده تدخل جوه مدينه نيويورك. فانا يهمني جدا المصلحه الوطنيه لمصر ان انا احافظ على دخل الناس وان انا افتح ابواب عمل للمصريين نفسهم من داخلهم، خاصه اذا ارتبط بتحويل الدولارات خارج الاقتصاد المصري. نعم اشكرك سيد مصطفى شاهين، وربما ما قلت يفتح ايضا تساؤلا يمكن مناقشته بعد ذلك فيما يخص اصحاب السيارات والميكروباص والباصات الخاصه الموجودون، ربما عندما تدخل الشركات بدون حمايه هؤلاء او تطوير